تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه كل جمعه اللي بتجيكم مني انا محمد عواد على قناه سيلفي سبورت على يوتيوب. حلقه اليوم عن قصه خاصه جدا في التاريخ العربي والاسيوي، قصه ما صار زيها في اي بطوله قاريه في العالم. فريق بيلعب 5 نهائيات متتاليه ما صارت حتى في كاس امريكا الشماليه او اللي تسمى الكاس الذهبيه واللي هي فعليا تقريبا بين امريكا والمكسيك، عاده ما في واحد منهم قدر يلعب 5 نهائيات متتاليه. هذا الانجاز السعودي ما بين 84 2000 انجاز خاص للغايه، انجاز ربما خلاني اعد هذه الحلقه بشكل كبير. انا بنتكلم عن 20 سنه وتفاصيل واجيال مختلفه، فمطالبين كثير ندور بالتفاصيل ونتعلم هون وهون وهون عشان نقدر نعطي حلقه كويسه. انجاز استعنت في كثير زملاء من الاعلاميين السعوديين، وربما هون في بدايته لازم اشكر جدا الزميل تركي العجمي على مساعدته جدا في كل تفاصيل هذه الحلقه. انجاز قالت عنه القيادات السعودية في تلك الفترة، لو أنفقنا مليارات الدولارات على تسويق اسم السعودية في القارة والعالم لما حقق اللي حققه المنتخب السعودي في كرة القدم. كل الإنجازات تحققت تحت قيادة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله اللي توفى عام 1999 عن عمر 53 سنة، يعني أول إنجاز له بال84 كان عمره 28 سنة. الرجل اللي ظهر دائما في الأوقات الصعبة بقرارات صعبة بس كانت دائما ناجحة. عام 1984 أول مشاركة للسعودية في كأس آسيا. في البدايات السعودية كانت ترفض تماما تشارك بكأس آسيا بسبب وجود إسرائيل، ثم الأسباب مختلفة غابت عن بطولة أو بطولتين، فجاءت 84 كأول بطولة. دخل المنتخب السعودي في عام 84 اللي أقيمت بسنغافورة، السعوديين بيحبوا يسموها سنغافورة الثانية وليست الأولى. ليش؟ لأنه في الأولى وقبلها بفترة قصيرة كانت السعودية بتتأهل من سنغافورة لأول مرة في الأولمبياد اللي أقيمت في لوس أنجلوس، فالعالم صار يعرف بعض الأسماء: ماجد عبد الله، محمد عبد الجواد، عبد الله دعيع، صالح النعيمة، ومحيسين الجمعة. أسماء معظمها شباب لكن بلا إنجازات، ما في أي إنجاز يذكر للمنتخب السعودي حتى عام 84. ما كان الكل مخذوا على أنه جاي يعمل شيء في سنغافورة الثانية إلا أنه ممكن يأدي أداء جيد، أما يفوز باللقب كانت شوي مستبعدة. في المباراة الأولى في البطولة بدأت السعودية متعادلة مع كوريا الجنوبية 1-1، هدف قاتل لماجد عبد الله في الوقت بدل الضائع من ركلة ركنية حوله للتعادل. السعودية كانت داخلة مع كوريا بعد مباراة ملحمية كانت صايرة بينهم بالتصفيات، ولازم نتذكر بتلك الفترة تصفيات الأولمبياد كانت تقريبا نفس التشكيلات اللي بتشارك في البطولات الرسمية للدوليات اللي ما فيها احتراف. نرجع لمسألة التعادل 1-1 وما قبلها كان 5-4 أطلق بعدها على ماجد عبد الله لقب الجوهرة السوداء اللي يعني تقريبا انهم بيحكوا عنه هو بيلي آسيا بالنسبة للقارة. المباراة الثانية السعودية فازت على سوريا بهدف مقابل لا شيء، الثالثة السعودية تعادلت مع قطر بهدف لهدف، سجل هدف محمد عبد الجواد، ولازم نتذكر في تلك المباراة الحكم عمل شغلة غريبة، انهى اللقاء قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي أساسا، يعني على الدقيقة 44. المباراة الرابعة السعودية بعد ما تعادلت في البداية مع وصيف البطولة السابقة كوريا اجت تواجه حامل اللقب الكويت، فازت عليه بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 88، سجله محيسين الجمعان الشاب الصغير في تلك الفترة اللي ربما كان عمره أعتقد 18 سنة، بكى بكاء شديد بعد هذا اللقاء نتيجة شعوره بالفرحة، فأطلقت عليه صحف سنغافورة لقب الكوبرا اللي لازمه لنهاية مسيرته. في المجموعة الثانية كانت عم تتأهل الصين وإيران. في نصف النهائي السعودية تواجه إيران، مباراة كانت في ظروف فيها توتر كبير. ليش؟ 84 كان عز تقريبا الحرب العراقية الإيرانية والمواقف العربية لمعظم الدول الداعمة للعراق في تلك الحرب. المباراة كانت متوترة جدا، إيران كان منتخب قوي جدا، بطل 76، المركز الثالث سنة 80، أكثر من توج في تاريخ كأس آسيا لتلك اللحظة. بدأ اللقاء، تقدمت إيران، كان واضح إنه الإيرانيين عندهم خبرة أكثر، شوي شوي السعودية عادت للقاء، وضع الضغط، وفي الدقيقة قبل الأخيرة ومن هدف عكسي بيجي التعادل وبتروح المباراة بعدها بأشواط إضافية وركلات ترجيح تفوز بها السعودية وتصعد لأول نهائي في تاريخها وتواجه فيه الصين. حتى المباراة النهائية السعودية ما كانت قد سجلت أي هدف قبل الدقيقة 60، وفي المباراة النهائية وبعد 10 دقائق لاعب اسمه شايع النفيسة بيسجل هدف رائع جدا، أعتقد من أكثر الأهداف مظلومة في تاريخ ربما الكرة السعودية، هدف رائع جدا نترككم معه. يلا يا محيسن وبالعرض مع شايع، وشايع تعدي منه لكن لسه كرة مع شايع زول مرة على طول، جول جول جول. لو نفكر شايع النفيسة بيلعب مع الكوكب، عبد الله الدعيع بيلعب مع الطائي، ناصر المنصور كان من النهضة،
وبنتكلم عن محسن الجمعان شاب صغير ما له شعبية، هذا بورينا عقلية المدرب خليل الزياني اللي ما كانت تفرق معاه شعبية ولا نجومية ولا مع مين ما تلعب، المهم عندك شيء تقدر تعطيه للمنتخب. طيب شو بنعرف قصص إضافية على هاي البطولة وليش حنتفرع كثير في هذه البطولة؟ لأن هذه البطولة كانت أساس اللي يبني عليه التاريخ بعد ذلك. المدرب خليل زياني هذا لما أنا قرأت عن سيرته هذا نقل زمان العرب بلا نقاش، نقل زمان إنه هلا ما بنعرف مع لايبزيغ وبلش مع هوفنهايم وأثار ضجة إنه شاب صغير. خليل زياني بدأ مسيرته التدريبية وعمره 29 سنة. خليل زياني قاد السعودية لللقب الآسيوي وعمره 37 سنة. ومن حسن حظه إنه بالفترة اللي كان يتألق فيها ويفوز بالدوري مع الاتفاق سنة 83 ويفوز بكأس الخليج للأندية أيضا مع نفس الفريق، كان المنتخب السعودي عم بيعاني في كأس الخليج تحت مدرب زاغالو المدرب الشهير جدا البرازيلي. فالأمير فيصل بن فهد أخذ قرار أقيلوا البرازيلي جيبوا المدرب المحلي، طلبه يروح عنده على مسقط في بطولة الخليج ويكمل البطولة. أعطى أداء، أعطى ردة فعل جيدة، كانت مؤشرات، أعطوا له الأولمبياد، اتأهل، روح على كأس آسيا، جاب اللقب. هذا هو خليل الزياني اللي قال في إحدى اللقاءات إنه الملك عبد الله الله يرحمه لما سألوه أنت مين بتشجع؟ قال لهم الفريق اللي بيدربه خليل. ومن القصص أيضا إنه لاعب المنتخب السعودي يوسف خميس روى في إحدى لقاءاته على قناة روتانا قال إنه إحنا بعد المباراة فزنا وعلى الصين بس مجد عبد الله كان خارج مصاب بعد ما تأكدنا إن المباراة انحسمت فما لقيناه، فبدنا نتوج نطلعه فوق على المنصة، فراحوا حملوه من غرفة تغيير الملابس وهو مصاب وطلعوه على المنصة. تذكر لما حكينا كل الأهداف بعد الدقيقة 60 محمد عبد الجواد اللي هو بنعرفه الآن كمحلل فني شفناه بكثير قنوات طلع تكلم قبل فترة وقال سر هذاك الفريق كانت اللياقة البدنية، كان عندنا لياقة بدنية رهيبة، كنا نحس الآخرين عم بيتعبوا أمامنا وإحنا لسه في كامل طاقتنا. وآخر معلومة ممكن نحكيها عن نسخة 84 إنه الحارس عبد الله الدعية كان أول حارس عربي بفوز بجائزة أفضل حارس في آسيا في تلك النسخة، وماجد عبد الله من بعد تلك البطولة فاز بأفضل لاعب بآسيا 3 سنوات ورا بعض. في نسخة 88 كان الوضع تماما مختلف، السعودية أكثر ثقة أكثر خبرة، المنتخب السعودي عرف آسيا صار اسمه معروف، وبنفس الوقت أندية السعودية بلشت تبرز بآسيا، فلعب الهلال ولعب الأهلي نهائيات في دوري أبطال آسيا رغم أنهم ما فازوا فيها بس صار واضح خلاص في منظومة كروية سعودية عم تنشأ وعم تتطور. في ذلك المنتخب ب88 كان مدرب كارلوس ألبرتو بيريرا المشهور جدا البرازيلي أيضا. المدرب كارلوس ألبرتو بيريرا كان عنده فلسفة شوي في تلك البطولة ذكية، حاول يحافظ على شكل ال84 وغير شوية أسماء. هذاك المنتخب كان كله أساطير، يعني بجانب بسموهم السعوديين بالعادة منتخب الأساطير لأنه تقريبا المنتخب كله تحول إلى أساطير في أنديته. أضيف عليه يوسف الثنيان، أضيف عليه فهد الهريفي، أضيف عليه صالح المطلق، بالإضافة لعبد الله صالح وأحمد جميل، أساطير بتروح وأساطير بتيجي. فكرة تسليم الراية من جيل لجيل بدأت من هون واللي كملت للألفين. هذا التسليم كان له نتائج رهيبة، فهد الهريفي إضافة كبيرة في خط الوسط، ويوسف الثنيان غني عن التعريف وربما اللي مش سعوديين بيعرفوش مهاراته، حتركهم مع لقطة بس عشان نعرف إنه مستوى مهارة يوسف الثنيان كان مش طبيعي لما تحكي عن لاعب موجود في آسيا. السعودية بدأت مجموعتها فازت 2-0 على سوريا، تعادلت مع الكويت مع البحرين ثم هزمة الصين 1-0 تصدرت مجموعتها وصعدت على طول. في نصف النهائي مرة ثانية إيران وبنفس الحكم البريطاني جورج كارتني اللي يعتبر تقريبا أفضل حكم بريطاني لعندما جاء هوارد هويب حسب ما دورت ولقيت اسمه ولقيت ناس بيكتبوا عنه، نفس الحكم نفس الخصم في نصف النهائي ونفس النتيجة بس هالمرة السعودية بتفوز بدون ركلات ترجيح على إيران وبتصعد للمباراة النهائية تواجه فيها كوريا الجنوبية وبتلعب أيضا ركلات ترجيح وبرد القائم كرتين لكوريا وبتفوز السعودية باللقب الثاني على التوالي. ومعلش خلوني أرجع بعد ما خلصت النهائي أرجع شوي معكم على نصف النهائي بين إيران والسعودية. في تلك اللقاء كان هدف من يوسف الثيان أسطورة الهلال لماجد عبد الله أسطورة النصر في المرمى على طول، بيعتبروها كثير ناس من أجمل الثنائيات بين أسطورتين الفريقين. شو بنعرف عن تلك البطولة من قصص؟ أول شيء لاحظوا أن المنتخب السعودي من أول مرة لآخر مباراة تلقى هدف واحد ومن ركلة جزاء من البحرين، ما تلقى أي هدف ذلك، هذا بوريك شو كان هو عبد الله الدعيع كحارس أسطوري وحارس رمز،
بالنسبة للكرة السعودية. بوريك بخليك تفهم ليش صالح نعيمة أسطورة من أساطير الكرة السعودية الثابتة. تلك البطولة أيضا كانت أول بطولة بفوز فيها فريق باللقب عبر ركلات الترجيح في المباراة النهائية. وفي تلك البطولة قال مدير المنتخب علي داهود إنه الملك فهد الله يرحمه أيضا قبل البطولة قال لهم مش مهم الكأس بقدر ما إنه أنا بدي أكيد ترجعوا لي بكأس اللعب النظيف. فعادت السعودية حامل اللقبين فعلا، كأس كرة القدم وكأس اللعب النظيف. نسخة 88 أرسلت رسالة للجميع، المنتخب تغير فيه أسماء، ظلوا قوي ويفوز باللقب. إذن اسم السعودية صار معروف على مستوى القارة، بين أنه في مشروع كرة قدم من نتيجة الحفاظ على المستوى، ذهبت إلى نسخة 92. نسخة 92 كانت فترة إحلال وتبديل مهمة جدا في التشكيل، معظم احتياطيين 88 أصبحوا لاعبين أساسيين ب 92، وفيها بلش يتكون الجيل اللي قاد السعودية لكأس العالم لأول مرة 94، فؤاد أنور، سعيد عويران، حمزة إدريس، صالح الدهود بدأوا ينسجموا مع هذا المنتخب. مرحلة إحلال وتبديل السعودية وصلت المباراة النهائية أيضا فيها، لكن خسرت مع اليابان بهدف مقابل لا شيء. تلك البطولة بدأتها السعودية بتعادل مع الصين ثم مع قطر، ومع التعادل مع قطر كان في هدف رهيب سجله خالد مسعد في المرمى، هدف جميل جدا بيجي تقريبا عند الركنية. وبعدها السعودية هزمت تايلاند وصعدت لنصف النهائي، وفي نصف النهائي فازت على الإمارات بهدفين مقابل لا شيء، ثم خسرت مع اليابان نتيجة خطأ دفاعي من كرة عالية وفازت اليابان. اليابان لعبت ذلك اللقاء في هيروشيما، هيروشيما كانت بالنسبة لهم رمز مهم جدا، عشان هيك كانت صعبة جدا تفوز فيها على منتخب بدأ يصعد، على منتخب بيلعب مباراة بالنسبة له ما بتعني بس كرة قدم، بتعني أرواح كثير ناس بدهم يعطوهم رسالة إنه إحنا مشينا كثير للأمام بعد الأزمة. نسخة 96 كان المدرب تاع السعودية فينغادا، المدرب اللي معروف ربما لجمهور الزمالك وأيضا معروف بالسعودية. في تلك البطولة قبل ما نحكي عن المنتخب السعودي، أنا بعتبر فيها هدف أنا مستحيل أنساه من طفولتي بصراحة، هدف إندونيسيا في الكويت اللي بترككم معه. أول بطولة أسيوية تقام من 12 منتخب وتعود البطولة للأرض العربية، السعودية كانت توجت في لقب 88 على أرض عربية، وثم الآن في 96 البطولة على أرض الإمارات. السعودية بدأت مجموعتها بفوز كبير 6-0 على تايلاند، ثم على العراق 1-0، ثم كانت النكسة الكبيرة أمام إيران بثلاث أهداف مقابل لا شيء في الدور الأول. السعودية تأهلت إلى الدور الثاني، مواجهة مع الصين 30 دقيقة، النتيجة 2-0 للصين. الجميع اعتقد انتهت رحلة السعودية وانتهت سلسلة النهائيات. هناك فينغادا قام بتبديل غريب شوي، أخرج الظهير الأيمن محمد الجهني وأدخل بداله يوسف الثنيان اللي كان بتلك اللحظة لاعب مخضرم، من أول لمسة سجل هدف، قلبت الأمور، سامي الجابر سجل التعادل، فهد المهلل أحد أهم نجوم بطولة تلك سجل الهدف الثالث، انتهى الشوط الأول بتقدم السعودية 3-2، وبعدها السعودية فازت 4-3. ذلك اللقاء لما تدوروا عليه كثير حتلقوا كثير ناس بالإنجليزي وبالعربي ولو بالصيني بصنفوه أنه ربما يكون أجمل لقاء في تاريخ كأس آسيا. في نصف النهائي طبعا إجت إيران مرة ثالثة، نتذكر 84 توجت السعودية مرة من إيران، 88 مرة من إيران، وب 96 جاءت إيران مرة ثالثة، وأيضا تذهب المباراة لركلات ترجيح. المنتخب الإيراني ذلك كان قوي قوي قوي، لازم ما ننسى كان في علي دائي واحد من أهم أساطير الكرة الآسيوية عبر التاريخ. اللقاء 0-0 راح ركلات ترجيحية، علي دائي بتقدم بسدد، وممكن جميع اللي حضروا تلك البطولة بيتذكروا وجهه بعد ما سدد الكرة بالخارج. فازت السعودية بركلات ترجيح، ثم لعبت مع الإمارات تعادل سلبي وفوز بركلات ترجيح. انتم متخيلين كم مرة السعودية من 84 لليوم، عندما وصلنا احنا الآن 96، كانت تفوز بركلات ترجيح؟ هذا قوة ذهنية رهيبة لذلك الجيل وتسلسل ذلك الجيل. طبعا السعودية توجت باللقب بركلات ترجيح المرة الثالثة ورابع نهائي على التوالي. طيب شو في قصص بتلك البطولة؟ هذه كانت طلعت سامي الجابر خلص، يعني كنجم من نجوم السعودية. كان أيضا في بلبلة قبلها، كان مقال المدرب زي ماريو وجاي بداله فينغادا قبل شهرين ثلاثة من البطولة، فكان شوي عدم استقرار، لكن المنتخب السعودي بتحسه مرتاح دائما بعدم الاستقرار، بيعرف يعمل شيء حتى لو ما كانت الأمور مستقرة. هذا الشيء كان يحسب لهم دائما، بدلوا مدرب يجي مدرب تمشي الأمور. أيضا في تلك البطولة كانت أول بطولة مهمة لحسين عبد الغني كظهير أيسر في المنتخب السعودي. حسين عبد الغني لليوم بيلعب، من 96 لليوم لسه بيلعب. حسين عبد الغني اللي أخذ الراية من محمد عبد الجواد، الاثنين كانوا بالأهلي، الاثنين حملوا رقم 13 بالمنتخب، وكأنها هذه الخانة حكر على عبين الأهلي الأساطير. نذهب لنسخة 2000، المنتخب السعودي خلص صار مستوى عالم، لعب 94 مونديال رهيب، لعب 98 أيضا مونديال، فالموضوع صار عندهم مشاركة بطولات عادي. البطولة 2000 في لبنان كانت أول بطولة كبيرة بيستضيفها لبنان بعد الحرب الأهلية، كان الدليل انه لبنان ان شاء الله عاش حياة طبيعية وان شاء الله دائما يتعمر ويظل معمر. بال2000
بدأت البطولة السعودية، اليابان، كوريا، نظريا هم المرشحين الأبرز لللقب، وكان في كلام أنه الصين صارت أقوى من زمان. المباراة الأولى السعودية واليابان، تروح اليابان فايزة 4-1. المدرب للسعودية كان في تلك اللحظة اسمه ماتشالا، مدرب تشيكي، كان صانع منتخب كويتي رهيب جدا، منتخب كويتي جميل جدا كنا شايفينه قبلها بسنتين. فالجميع كان متوقع نفس الانعكاس، لا، خسرت السعودية 4-1. جاء القرار الجريء الآخر والجديد، أقيلوا المدرب وعينوا مساعده ناصر الجوهري كمل البطولة. أول مباراة لناصر ما فاز، اتعادل 0-0 مع قطر. المباراة الثالثة مع أوزبكستان، أوزبكستان وقتها عشان تعرف شو كان وضعها خسراني 8 مع اليابان، فراح السعودية هزمته بـ5 وتأهلت للدور الثاني. طبعا نرجع للمباراة الأولى اللي أقيل عليها ماتشالا. ماتشالا كان ملعب في المباراة الأولى عشان نعرف أنه كان عنده خطأ كبير لا يغتفر، لعب مهاجم زي طلال المشعل ظهير أيسر، فكانت النتيجة كارثية زي ما شفنا. ننتقل لمباراة دور الثمانية، السعودية بتواجه الكويت، واحدة ممكن تكون من أجمل المباريات في تاريخ الكرة العربية لما يتواجهوا في بطولات رسمية. مباراة 3-2، مباراة ولادة نواف الطمياط على مستوى قاري كلاعب مميز جدا، له هدف لا ينسى، له هدف أعتقد كنا لما نشوف أي بروفايل أي حدا عامل فيديو عن نواف لازم يحطه. في تلك المباراة سجل نواف هدفين وتكفل طلال المشعل بالهدف الثالث. جاءت مباراة كوريا الجنوبية في نصف النهائي، مباراة بالنسبة لكوريا صار فيها حسابات كثير، لم تعد السعودية بس عم تهزمها قاريا دائما ومتفوق عليها دائما لما تواجهها قاريا، لا، حتى على المستوى العالمي كنا متعودين دائما كوريا اللي ثابتة، الآن صار في منتخب آخر عم بيطلع معي وعم بيوري الناس إنه هو ثابت في المونديال زي زيه، فصار في نوع من الزعامة اللي تخلخلت بوجه العالم، فكوريا كانت بدها هذا اللقاء. وأذكر بذلك اللقاء من التقارير كنا نشوفها كثير صحف من شرق آسيا والدول اللي مش عربية حابة إنه كوريا تفوز لأنه ما بدهم منتخب يتأهل نهائي خامس. وبدأ اللقاء وفازت السعودية نتيجة طلال المشعل اللي لعبوا ماتشالا ظهير، سجل هدفين وضع السعودية فيهم بفوز 2-1 على كوريا عشان تصعد للمباراة النهائية. السعودية صعدت للمباراة النهائية أمام اليابان. أنا تجربتي الشخصية أذكر قبل البطولة كان في أغنية ما ظنك ناسية هالبطل يا آسيا، يعني أغنية إحنا صار لها معنى، يعني السعودية عم بتواجه اليابان اللي هزمتها بالدور الأول 4، وكلمات الأغنية أنا كنت أول مرة بسمعها أعتقد على قناة LBC صار لها معنى، إنك ما بظنك ناسية هالبطل يا آسيا. وفعليا في المباراة النهائية وجه آخر للمنتخب السعودي، فازت اليابان بكرة طويلة بتشبه كرة 92 تقريبا وبنفس الخطأ اتقدمت. لكن قبل ذلك بالدقيقة 9 كان طلال المشعل بيخطف ركلة جزاء بتقدم حمزة إدريس بسددها بجانب المرمى، صار شوية جدل انه ليش ما خليت فلان يشوتها او فلان يشوتها، طبعا هذا بصير طبيعي لما تضيع الركلة. لكن حمزة إدريس بتلك الفترة عدد اهدافه خلال الموسم مع فريق اعتقد كان مخليه احدى اهم الهدافين على مستوى العالم كإحصائية، يعني مثل ما عمل الحمد لله السنة هاي ورقمه كسره فعليا الحمد لله هلا، بس يعني من 2000 ظل صامت 18 سنة، وهذا الرجل نادرا ما يضيع ركلات جزاء، وربما في ذلك الموسم ما ضيع ولا ركلة الا هذه، بس هو سوء حظ في ذلك اللقاء في أكم من تسديدة للاعب اللي ولد في تلك البطولة، الشاب الآخر محمد الشلهوب اللي الآن مخضرم. تسديدتين لازم يكونوا أهداف، تسديدتين لنواف الطمياط لازم يكونوا أهداف، رأسية للمشعل لازم تكون هدف. خلص مباراة سكرت، مباراة سكرت، 4-5 فرص خطيرة للسعودية ما إجت، واليابان فازت باللقب. تلك البطولة كانت طبعا قمة نواف الطمياط اللي فاز بأفضل لاعب في آسيا بتلك السنة. تلك البطولة كانت تقديم الشلهوب كموهوب جديد من الكرة السعودية، الشلهوب مش بس تألق في النهائي، الشلهوب كان صاحب الهدف المهم لطلال المشعل أمام كوريا. تحكي عن 5 بطولات 5 نهائيات، مدربين مختلفين، أجيال تتوارث، أسماء بتطلع أساطير وبيجي بدالها لاعبين بصيروا أساطير. هذا مش صدفة، هذا ربما يكون أفضل مشروع منتخب عرفته كرة القدم خارج أوروبا تحديدا، لأنه أمريكا الجنوبية خليني أحكي دائما أنا بشك أنه عندهم مشاريع، عندهم مواهب، بس أوروبا هي دول المشاريع، بس خارج أوروبا من الفرق الكبرى ممكن تلقى، بس حدا عمل هيك 5 بطولات 20 سنة قارية وأنا في القمة ومش حنزل ومش هتعرف تنزلني، وحتى لما نزلتني بـ2004 رجعت لعبت نهائي 2007 ربما بيروح ما قبل ذلك. لا، هذا مشروع كان تاريخي، مشروع يجب أن يدرس ويجب أن نأخذ منه الفوائد تطبق على المستقبل حتى يعود هذا المنتخب إلى وزنه الطبيعي ومكانته الطبيعية. بنوصل هنا لنهاية هاي الحلقة اللي بتمنى أكون قدرت أعطيتكم فيها قصة كاملة عن 20 سنة ما تكرروش مع ولا منتخب في الدنيا لما نتكلم عن بطولة قارية، عشان أكون واضح. بنسلم عليكم جميعا وبنقول لكم كل عام وانتم بخير في رمضان، وبنستنى منكم تعليقاتكم، رأيكم بالحلقة وأفكار لحلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.